يجاور سوق السراي جامع الوزير، وهو من جوامع بغداد التراثية. أنشأه الوزير حسن باشا، وهدم جزء من الجامع بعد أن أضيفت بعض مساحته إلى مدخل جسر المأمون، جسر الشهداء حالياً، في عام 1939 للميلاد. ويحتوي المسجد على حرم واسع يتسع لأكثر من 400 مصلٍ. جامع الوزير هو من الجوامع العثمانية، أسس في عهد الدولة العثمانية في سنة 1660 ميلادية. أسسه الوزير حسن باشا، هو لحد تقريبا يعني 1920 أو قبل 1900 كان البناء مو هذا البناء الحالي، كان البناء على شط دجلة، حتى كان يعني يتميز هذا الجامع بالقبة الكبيرة مالته. فهذا البناء حديث، يعني بني في منتصف التسعينيات. وللمسجد بابان، أحدهما حديدي يطل على الشارع العام، والآخر خشبي مصنوع من خشب الصاج القديم يفضي إلى سوق السراي. وكان الشيخ عبد الجبار الأعظمي يقيم فيه إماما وخطيبا، وكانت مجلته الثقافة الإسلامية تصدر عنه بعد انتقالها من جامع الأورفلي.